موسيقى رافقتنا وترسخت فينا، شكلت ريشته المحنكة ملخص يومياتنا السياسية على مدى عقود، وها هو الموت يخطف الريشة ويخنق الكلمة الصامتة المتحركة بعد صراع مع المرض. وداعا بيير صادق. 24 نيسان 2013، صمت القلم المبدع. بيير صادق رسام الكاريكاتير طوى صفحة امتدت نحو 50 عاما في حقل الكاريكاتير السياسي الساخر، شرح خلالها الواقع السياسي متحديا الضغوط والرقابة. خريج الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، عمل طوال حياته رساما للكاريكاتير في أشهر الصحف كصياد والعمل والنهار والأمل والجمهورية، ليخوض في العام 85 غمار تلفزيون عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال، ويصبح أول من ينفذ الكاريكاتير السياسي المتحرك بشكل يومي. وفي العام 2002 انتقل للعمل عبر شاشات المستقبل. بيير صادق الرسام والفنان المبدع حائز على وسام الأرز الوطني من رتبة فارس وآخر برتبة ضابط، وفي العام 2012 منحه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور. الأغلبية تكرموا بلبنان، لبنانية، بس لحد هلأ ما كرمنا لبنان، ناقصوا كتير تكريم لبنان. بعدنا كل يوم منكرمه بدعسات إجرينا عليه. من مؤلفاته كاريكاتير صادق، اضحك مع بيير صادق على السياسيين، كلنا على الوطن وبشير، فضلا عن كتاب يتضمن مجموعة أعماله على مدى 50 عاما. بيير صادق المبدع، وداعا.